شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة جاءت لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي. وعلى هامش القمة، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وعقب انتهاء فعاليات القمة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.